نهني ونبارك ونعرفك بينا. قلنا برضو ما يصحش ما تتعرفيش على ضرايري. عايزة ايه منك ليها؟ بالراحة يا اختي علينا شوية، ده احنا جايين نهني ونبارك وبالمرة ناخد بخاطرك. لو النبي جرى ايه يا اختي؟ احنا جايين نقولك على اللي فينا. اللي هي؟ بقولك ايه يا نقى يا حبيبتي، شايفة الصيدلية اللي هناك دي؟ ما تبقيش تنسي تاخدي رقم الدكتور علشان لو سي جبريل نسي انت ما تنسيش. عايزه ايه ولا ايه منك ليها؟ ايه ده؟ ما تطلعوش كده، اني عصابه. صعبان عليا، صعبان عليا والنبي يا اختي. ليله دخلتك النهارده؟ على العموم هتدخلي ما تقلقيش، ان ما كانش النهارده هيبقى بكره، ان ما دخلتيش بكره هيبقى السنه الجايه. قالوا ايه؟ قالوا العود المايل تعدلوا ست الستات، انما النسوان العوجه اللي زيكوا هيعدلوا ازاي؟ جبريل يا حبيبتي نفسه في ست، نفسه رايحه للستات بعد ما خاب امله مره واتنين وتلاته، واللي هيشوفه مني هيخليه هب واقف من مكانه. الصيدلي ده يا حبيبتي مكتوب لكم انتوا، انما انا 9 اشهر وهبقى حامل، وعلى راي المثل هاتها جميلة تعدل الميل وترفع الروس، ولا تجيبها عوكة تكسر العود وتشمت فينا النفوس. لا وانت الصادقة تيجي تعدل الميل يسهك ويقع. يلا يا ولية من هنا، يلا امشوا، مش عايزة اشوف